أهلا بكم إلى المشهدية من الميادين وفي مشاهدها لليوم. الضفة تنتفض، اشتباك مسلح في رام الله واحتجاجات تعم المدن والبلدات الفلسطينية رفضا للاحتلال عقب إضراب عام شمل الداخل بأكمله. ما دلالات هذا التكامل مع مقاومة غزة؟ التظاهرات المتضامنة مع فلسطين تعم العالم والاحتجاجات تطوق السفارات الإسرائيلية. ما المرتجى من الضغط الشعبي الدولي؟ الملحمة الفلسطينية تعيد تثبيت الوعي العربي تجاه القضية. هل سقطت النخب المضادة التي عملت على التسويق للتطبيع وتسخيف ثقافة المقاومة؟ العين دائما على الضفة منذ انتفاضة رمضان حتى عدوان غزة، والسؤال الدائم: متى تتحرك الضفة؟ ذلك أنها القطعة المكملة للمشهد المنتفض على الاحتلال. مع تحرك مدن الضفة وبلداتها بات الاحتلال مطوقا بالاحتجاجات من أعلى الجليل في الأراضي المحتلة عام 48 وصولا إلى النقب. أطلقت الضفة أكثر من رسائل، إن من خلال التصدي للاحتلال والمشاركة في دفع ضريبة الدم وصولا إلى الاشتباك المسلح مع قوات الاحتلال، أو من خلال الأعداد الكبيرة المشاركة في التظاهرات والالتزام الكامل بإضراب الكرامة الذي عطل مناحي الحياة داخل الخط الأخضر قبل ذلك، والذي أكد وحدة القضية. هكذا إذن يعيد الفلسطينيون تنظيم صفوفهم في مشهد تكاملي مع مقاومة غزة الصامدة بوجه عدوان وحشي. وحدت ممارسات الاحتلال الفلسطينيين بعيدا من الانقسام السياسي بعد سنوات من اللعب على حبال التناقضات. أمام هذه المشهدية سنطرح الليلة أسئلة ثلاثة: أولا، ما انعكاسات هبة الضفة وإضراب الداخل؟ ثانيا، كيف ستواجه إسرائيل تكامل الكل الفلسطيني؟ وثالثا، هل حرر الاحتلال بممارساته الفلسطينيين من الانقسام؟ هذه الأسئلة وغيرها مشاهدينا سنطرحها على ضيفنا في المشهد الساخن لليوم الدكتور جمال حويل، عضو المجلس الثوري في حركة فتح من جنين، سينضم إلينا بعد لحظات مشاهدينا. وقبل أن نبدأ مع الدكتور جمال هذا النقاش، عمت إذن مشاهدينا التظاهرات مدن فلسطين المحتلة احتجاجا على العدوان الإسرائيلي على القدس وغزة، وقوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق الرصاصة على المتظاهرين وتصيب العشرات منهم بجروح مختلفة. غضبا اشتعلت فلسطين المحتلة، التظاهرات عمت مدن فلسطين من النهر إلى البحر، الآلاف خرجوا إلى الحواجز العسكرية، رشقوا قوات الاحتلال الإسرائيلي بالحجارة والزجاجات وهتفوا لفلسطين. قوات الاحتلال أطلقت الرصاصة وقنابل الغاز، لكن الغضب الفلسطيني لم يهدأ. عشرات الإصابات سجلت في صفوف الشبان، بعضها وصف بالخطر، فيما استنفر الاحتلال قواته عند مداخل المدن والقرى الفلسطينية وأغلق بعض مداخلها بالسواتر الإسمنتية والترابية. لكن الإصرار على دعم المقاومة ورفض العدوان بقي عنوانا لكل التحركات الفلسطينية. رسالتنا تأكيد على أولا على التفاف شعبنا حول حقوقه وحول خيار المقاومة وسيلة وأساسا في مواجهة الاحتلال. الشعب موحد في الوطن وفي الشتات ليقول لن نتوقف حتى إنجاز حقوقنا. آلاف الفلسطينيين كانوا قد خرجوا في مسيرات غاضبة في وسط المدن الفلسطينية، أكثرها حشدا في رام الله. المتظاهرون هتفوا للقدس والوحدة الوطنية وأكدوا أن مسيرات الغضب هي تعبير عن قوة فلسطين التي حاولت إسرائيل مرارا كسرها. الآن الشعب الفلسطيني موحد بكل مكوناته في الضفة والقطاع والقدس والخارج والداخل، يذكرنا بأن نضالنا اليوم لم يعد مقتصرا على إنهاء الاحتلال، بل على إسقاط كل نظام الأبرتايد والتمييز العنصري في كل فلسطين التاريخية دون استثناء. وكان الإضراب العام قد عم أنحاء مدن فلسطين كلها توحيدا للموقف الفلسطيني وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة والقدس. تظاهرات الفلسطينيين أسقطت كل محاولات إسرائيل لتقسيم الفلسطينيين وأثبتت أن الغضب على جرائم الاحتلال وحد الفلسطينيين من النهر إلى البحر. نسرين سلمي من الحاجز العسكري المقام على المدخل الشمالي لمدينة البيرة، الميادين.
إذا مشاهدينا، كما استمعنا في تقرير زميلة نسرين سلمي، هذه الوحدة، هذه التحركات، إضراب الكرامة، مشهد غير مسبوق يقول البعض. أهلا بك من جديد دكتور جمال حويل، عضو المجلس الثوري في حركة فتح، أنت معنا مباشرة من جنين. نتحدث عن مشهد يقول البعض أنه غير مسبوق. دكتور جمال، اليوم الشباب الفلسطيني في البيري يلاحق قوات الاحتلال بالزجاجات الفارغة وبالحجارة، أي مرحلة دخلتها هذه التحركات الفلسطينية؟ اخي العزيز، اول شيء يعطيك العافيه. الله يعافيك. كل الاحترام والتقدير لهذه القناه، قناه الميادين، التي دائما تبعث الروح والحياه والوطنيه في نفوس ابناء هذا الشعب العظيم وابناء الامه العربيه والاسلاميه واحرار العالم من اجل رفع الظلم والاحتلال والقهر من هذا الاحتلال الصهيوني المجرم. اليوم كان يوم الكرامه، كان يوم العزه للشعب الفلسطيني. أخي العزيز، عندما ننظر قبل أيام من حدوث الأحداث في الشيخ جراح في القدس العاصمة، كان الوضع الفلسطيني تقريبا لا يوجد فيه أمل سياسي، وضع اقتصادي سيء، لا يوجد نوع من أنواع الوحدة وانقسام حاد، الروح الوطنية منخفضة، لكن جاءت القدس العاصمة وتاج الأمة كما سماها القائد مروان البرغوثي، تاج الأمة، جاءت لتنتفض وترفض أن تكرر اللجوء. وكان عنوان اللاجئين في حي الشيخ جراح في القدس بأننا لاجئون، لجأنا مرة واحدة ولن نكرر هذا اللجوء وسنبقى صامدين في القدس العاصمة في الشيخ جراح. وردت غزة مباشرة، الذي كان يراهن على سلاح غزة وأين هذا السلاح موجود، فردت غزة بسلاحها في تعبير قوي جدا بأن هذا الاحتلال المجرم لا يستطيع أن يفصل غزة عن الضفة وعن القدس وعن فلسطين المحتلة عام 48. فكانت القدس هي العنوان، القدس هي عنوان المقاومة وهي عنوان المواجهة وهي عنوان الوحدة الوطنية لهذا الشعب الفلسطيني الذي أتمنى أن نخرج أقوياء بعد هذه المعارك مع هذا الاحتلال. أستاذ جمال، هذه النقاط التي ذكرتها قبل قليل، إضراب الكرامة هو تعبير واضح عن ما تريده القدس منا، عما يريده الشعب منا، عما يريده الشهداء والأسرى منا، أن نكون موحدين كالجسد الواحد في مواجهة هذا الاحتلال المجرم الذي يتوحد عندما يخوض معاركه ضد الشعب الفلسطيني. النقابات والاتحادات والإعلام والعمال ورجال الأعمال يتحدون ضد الشعب الفلسطيني، المؤسس الأمني حتى والعسكري. جانس ونتنياهو يا أستاذ جمال توحدوا بمواجهة الشعب الفلسطيني. نعم صحيح. فبالتالي المشهد بصراحة، نحن اليوم نعيش ربيع فلسطيني أخي العزيز. هذا الربيع الفلسطيني انتقل إلى كل فلسطين من نهرها إلى بحرها، وفلسطيني الشتات الذين استطاعوا أن يدخلوا بكل قوة وأن يحققوا حق العودة ولو مؤقتا من لبنان المقاتل الصامد الذي نتعلم من تضحياته ونضاله، من سوريا الأبية، من الأردن الشقيق الذين نقدم كل الشكر بالمناسبة للأردن ومصر وقطر وإيران التي دعمت المقاومة بالمال والسلاح والخبرات حتى أصبح سلاح المقاومة يشكل قوة ردع لهذا الاحتلال المجرم، وبأن المساس بالأقصى والمساس في المقدسات هو خط أحمر. وأيضا هذه المقاومة وهذا الإضراب اليوم الذي كما شهدتم المواجهة على كل نقاط التماس في مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية وغزة والثمان وأربعين، واشتباكات مسلحة من كتائب شهداء الأقصى أبناء فتح المناضلين المخلصين. أنا سأسألك عن كتائب شهداء الأقصى أستاذ جمال حويل، أنا سأناقش معك هذه النقطة تحديدا، لأنه بالأمس أيضا كان هناك مسيرة مسلحة لكتائب شهداء الأقصى التي تم حلها قبل أكثر من 16 عام. ولكن قبل ذلك، هذا المشهد، كل هذا المشهد الذي ذكرته قبل قليل، هل كان مفاجئا إن كان للفلسطينيين، إن كان أيضا للمجتمع الدولي، للمجتمع العربي، للاحتلال، هل كان مفاجئا أم أنه لا، ممارسات الاحتلال وتطورات الأمور كانت تشي بأن هذا الربيع الذي تحدثت عنه قبل قليل آت لا محالة؟ أخي العزيز، إحنا كشعب فلسطيني نقاوم منذ عام 1919، في كل فترة هناك جولة من المواجهة، كنا نواجه الاحتلال البريطاني وقطعان المستوطنين وثورة البراك ويافا وعز الدين القسام وانطلاقة حركة فتح والثورة الفلسطينية ومعركة الكرامة وحصار بيروت والانتفاضة الأولى والانتفاضة الثانية ومعارك مخيم جنين
ونابلس وبيت لحم وغزة ومعارك غزة المختلفة، الشعب الفلسطيني تعود على هذا النمط من المواجهة والمقاومة. نعم، شعبنا الفلسطيني دائما يفاجئ القيادات ويفاجئ العالم بأنه شعب حي، ومهما حاول هذا الاحتلال من عمل ممارسات ممنهجة من أجل ضرب الروح المعنوي لهذا الشعب الفلسطيني من خلال القتل اليومي والاعتقال اليومي وتهجير شعبنا الفلسطيني وبناء الجدار والاستيطان وتهويد القدس، تهويد كل حجر في القدس حتى تكون القدس توراتية. الشعب الفلسطيني يفاجئ قياداته بأن شعب قادر على الإطاعة وشعب حي. لذلك علينا أن نكون أخي العزيز كقيادات فلسطينية أن نرتقي لمستوى تضحيات هذا الشعب، ولا نشك في لحظة واحدة بأن هذا الشعب الفلسطيني سيبخل على أرضه وعلى طيب هذا الشعب الفلسطيني يا أستاذ جمال، ألا يستحق هذا الشعب الفلسطيني الذي تتحدث عنه الآن أن يكون هناك قيادة موحدة، غرفة عمليات لقيادة هذا التحرك الكبير الذي يشهده اليوم كل الأراضي المحتلة؟ وسأتحدث معك بعد قليل عن الضفة تحديدا ورمزية الضفة وأهمية ما شاهدناه اليوم بالتحديد في الضفة الغربية، ولكن ألا يستحق هذا الشعب تشكيل قيادة موحدة كما دعا البعض، أم أنه هذا صعب في ظل الانقسام الذي كان حاصلا فيما سبق؟ أخي العزيز، نحن في عام 2002 كان لنا تجربة كبيرة وكبيرة جدا، وكانت تكاد هي المعركة الأولى في حين التي تحدث في الأراضي المحتلة عام 67 في معركة مخيم جنين، عندما شكلنا غرفة عمليات مشتركة في هذا المخيم من كل أبناء الفصائل من كتائب الأقصى وكتائب القسام وسرايا القدس وأبو علي مصطفى، ويقف على رأس هذه العملية القائد الشهيد أبو جندل من الأمن الوطني، وأيضا غرفة العمليات عندما اجتمع فيها في مخيم جنين من خلال الاتصال التلفوني الرئيس ياسر عرفات ومروان البرغوثي وأحمد ياسين والرنتيسي ورمضان شلح وأحمد سعدات، عندما شاركونا في غرفة العمليات ووفروا هذا الغطاء السياسي لعملية المقاومة وأمدونا بالسلاح والمال والدعم اللوجستي، وعندما التحمت هذه المقاومة مع الشعب الفلسطيني فرضت معادلتها المقاومة والميدان، فرض معادلته على القيادة ووحد هذه القيادة في غرفة واحدة. أنا أقول بأن ما يحدث الآن هو يستدعي التنسيق الكامل والمطلق ما بين فصائل العمل الوطني والإسلامي والقوى الحية على الشارع. هل هذا ممكن؟ أي تأخير في هذا التنسيق وفي هذه الوحدة فإنها خسارة على من لا يلحق في ركب المقاومة وركب المواجهة لهذا الاحتلال. عشان هيك إحنا الآن بنشاهد التصعيد والمواجهة في الضفة الغربية لنقاط الاحتلال تزداد يوما بعد يوم، وأنا أبشر الجميع بأن حركة فتح وأبطالها سيفاجئون الجميع، وكتائب الأقصى أخي العزيز لم تحل في يوم من الأيام، لكن كما كان يحدث أحيانا في العمل العسكري عندما يتأخر في المقاومة في غزة كانوا يقولوا بعض المارقين وبعض المتحذلقين أين المقاومة في غزة وأين صواريخ غزة؟ الآن نرى صواريخ غزة ونرى المقاومة في غزة، وأنا أقول للجميع لا تستعجلوا وسترون المناضلين وأبناء كتائب شهداء الأقصى في شوارع الضفة الغربية. كيف لم تحل كتائب شهداء الأقصى أستاذ جمال؟ هذه نقطة هامة للغاية، أنت تقول الآن أنه كتائب شهداء الأقصى لم تحل، هل أفهم منك أنه كتائب شهداء الأقصى حتى اللحظة لا تزال تملك تنظيما وهيكلية معينة وقادرة أن تدخل إلى هذه المعادلة، خاصة بعد ما شاهدناه بالأمس من مسيرة مسلحة لشباب الكتائب في شوارع رام الله وهي الأولى منذ 16 عاما؟ أخي العزيز، أنا كان لي الشرف أن نكون في بدايات تأسيس كتائب شهداء الأقصى في الانتفاضة الأولى برعاية واحتضان القائد الكبير مروان البرغوثي والرئيس ياسر عرفات. اسمعني، كما يقول الاحتلال عن كتائب شهداء الأقصى إنهم كالأشباح في الشوارع، نحن الهيكلية العسكرية تختلف عن كتائب القسام وسرايا القدس لأنه لها أرضية آمنة في غزة، نحن في الضفة الغربية الوضع مختلف كليا، فحتى الهرم أو تشكيلة كتائب شهداء الأقصى هي عبارة عن سلسلة وكل سلسلة فيها حلقة وكل محافظة فيها حلقات، فبالتالي مجموعات كتائب شهداء الأقصى ستنطلق كما يقول الاحتلال كالأشباح في كل مكان، لأن هذا الاحتلال ممعن في إجرامه ضد أهلنا في غزة وضد مقدساتنا وضد شعبنا الفلسطيني في 48، فلا مكان لأي حر أو شريف إلا مواجهة هذا الاحتلال المجرم وبالتحديد في الضفة الفلسطينية
التي قدمت وما زالت وستبقى هي بصراحة الساحة الرئيسية لأطماع الاحتلال الإسرائيلي، سواء في القدس أو الاستيطان أو المصادر الطبيعية أو الأراضي الفلسطينية. فبالتالي المعركة الكبرى والطاحنة إن شاء الله ستكون هنا في الضفة المحتلة. بالنسبة للضفة دكتور جمال، ما أهمية تحرك الضفة بالطريقة التي شهدناها اليوم؟ الأعداد ضخمة للغاية، إضراب الكرامة، كان هناك التزام غير مسبوق في هذا الإضراب، وبالفعل كان إضراب الكرامة، حتى كان هناك اشتباك مسلح مع جنود الاحتلال، وكما ذكرنا في مطلع الحلقة حلقة المشهدية اليوم أنه جنود الاحتلال كانوا يهربون أمام الشباب الفلسطيني اليوم على الحواجز. أهمية الضفة، أريد أن أعرف منك، نريد أن نشرح للمشاهد ما هي الأهمية أن تدخل الضفة بهذا الزخم الذي رأيناه. يا أخي العزيز، عندما تحدث الشيخ حسن نصر الله وقال بأن إسرائيل أوهن من بيت العنكبوت، بعض الكتاب أو شبه الكتاب أو شبه المثقفين من العرب هنا وهناك صاروا يعني بكل خباثة يستهين بما قال، لكن والله بأن هذا الاحتلال ونحن جربناه في معارك جنين ونابلس وغيرها، والله أنه أوهن من بيت العنكبوت وأجبن مما تتخيل وتتصور. لكن أحيانا ضعفنا وانقسامنا وعدم وقوف العرب، بعض العرب المطبعين المتآمرين على شعبنا باستمرار، الذين يدعون أنهم حلفاء وهم تعاونوا مع ترامب من أجل تطبيق صفقة القرن وأن تكون القدس عاصمة لإسرائيل وأن تكون الضفة لإسرائيل. فبالتالي هؤلاء الأبطال الشجعان في شوارع وأزقة ومخيمات وريف وقرى ومدن الضفة الغربية سترون ماذا سيحدث مع جنود الاحتلال، كما يحدث في فلسطين المحتلة في اللد وفي راهط وفي بير السبع وفي أم الفحم وفي كفر مندة وفي كل مدن الداخل الفلسطيني، وكما تراهم عندما يسمعوا صافرات الإنذار رئيس أركان الجيش الإسرائيلي وهو في مؤتمر صحفي عندما سمع صافرات الإنذار كيف هرب من أرض المعركة. ولكن المقاومين الفلسطينيين الأبطال سيستمرون بالمواجهة كما شاهدتم اليوم في يوم الكرامة، ليس فقط للشعب الفلسطيني ولكن للأمة العربية، لأن القدس وغزة تدافع عن القدس وتدافع عن شرف الأمة العربية والأمة الإسلامية، لأن هذا الاحتلال لا يريد فقط السيطرة على فلسطين ولكن يريد السيطرة على بعض العرب الدخيلة على هذه الأمة من أجل أن يكمل حلم إسرائيل من النيل إلى الفرات، أرضك يا إسرائيل كما يقولون في توراتهم. فبالتالي هذا الشعب الحي، هذه الصفة وهذه المهمة التي أوكلها الله رب العالمين إلى شعبنا الفلسطيني حتى نكون رأس الحربة في مواجهة هذا الاحتلال، وهو بالأساس أخي العزيز هو مشروع غربي تقود أمريكا. كما سمعتم بالأمس صفقة أسلحة 735 مليون دولار من الأسلحة الدقيقة والخبيثة من أجل أن تضرب غزة من أجل أن تضرب الدول العربية ومن أجل أن تضرب المقاومة في لبنان، وتوفر أمريكا الحماية لإسرائيل في مجلس الأمن ثلاث مرات، الصين تقود مشروع من أجل إدانة إسرائيل وتفشل وتحاول أن توفر كل الحماية لإسرائيل وجرائمها ضد الأطفال والنساء والشيوخ والمباني أستاذ جمال. كما يحدث في غزة. إلى أي مدى يمكن القول أستاذ جمال، خاصة بعد هذه التطورات التي رأيناها اليوم، بأن الشعب الفلسطيني يعتبر أنه وصل إلى نقطة اللاعودة؟ هل يمكن القول أنها نقطة اللاعودة، يعني الأمور مرشحة للتصاعد، أم أنه لا، هي بداية لتأسيس إلى نقطة اللاعودة؟ لا طلع إن شاء الله. إحنا الشعب الفلسطيني قلت لك ما دام الاحتلال موجودا، كما دعم بالأمس الأخ القائد مروان البرغوثي من داخل سجنه عندما دعا للالتفاف حول المقاومة والوحدة الوطنية وأن المقاومة هي صمام الأمان للتحرير، قام الاحتلال الإسرائيلي بعزله في سجن أيلون وحيدا وحكمه المتواجد منذ 20 عام في سجن الاحتلال. هذا النفس الوطني أخي العزيز الذي يقوده المناضلين والأبطال والقادة الأحرار هو لا مجال كما قال مروان البرغوثي للتعايش والمهادنة والمساومة مع هذا الاحتلال. يجب أن نعود إلى المربع الأول، مربع المواجهة والمقاومة ورفض هذا الاحتلال، هذه المعادلة الصحيحة في مواجهة هذا الاحتلال، وما عدا ذلك هو استسلام. ويجب أن نعود أصلا في المفاوضات مع هذا الاحتلال، هذه المفاوضات العبثية التي استمرت 30 عاما، أن نعود إلى قرار التقسيم 181 وأن نطالب بفلسطين من نهرها إلى بحرها، لا أن نطالب بالضفة الغربية وغزة، لأن هذا الاحتلال لا يريد لنا أرضا ولا يريد لنا مكانا. سياسة التهجير في شحي الشيخ جراح هي تزامنت مع موعد النكبة، وهي سرقة الأرض وطرد السكان وجلب اليهود
من كافة بقاع الأرض إلى هذه الأرض من أجل تطبيق المشروع الغربي التي تقودها أمريكا والصهيونية المسيحية في أمريكا من أجل دعم إسرائيل وضرب أي وحدة عربية وأي وحدة إسلامية تعيد العزة والحرية لهذا الشعب الفلسطيني ولهذه الأمة. فبالتالي أنا أعتقد أن نحن ما دام الاحتلال مستمر في إجرامه نحن ذاهبون إلى معارك أوسع، وخاصة بأن الاحتلال الآن معارك مسلحة. دكتور جمال، كل شيء وارد أخي العزيز. إحنا قلت لك في انتفاضة الأقصى كانت 6 شهور وهي مقاومة شعبية في الشوارع، لكن أنا بقول لك هناك أبطال وهناك مجموعات تتحين الفرص حتى ترى الوقت مناسبا وتتصرف، كما حدث مع الكثير من المناضلين وآخر منتصر الشلبي. منتصر الشلبي لم يكن خلف تنظيم ولم يكن له تدريب ولم يكن له مجموعات، قام بنفسه بعمل نوعي في حاجز زعترة. فأنا أعتقد بأن هناك أبطال مدربين من أبناء كتائب شهداء الأقصى لن يتركوا غزة وحدها ولن يتركوا القدس وحدها ولن يتركوا هذا الاحتلال وقطعان مستوطنين، ولكنهم بحاجة للعدة والعتاد أيضا. دكتور جمال، بحاجة للعدة والعتاد، هل هذا ممكن أن يتم تأمينه أيضا بمواجهة هذا الاحتلال المدجج بكل أنواع الأسلحة؟ طلع أخي العزيز، إسرائيل الآن تستخدم كل التكنولوجيا وكل القوة العسكرية وكل وسائل الاتصالات والأقمار الصناعية من أجل ضرب المقاومة في غزة. وماذا يحدث في غزة؟ بتعاون الكثير من المتآمرين، وأنظر ماذا حدث في غزة، كل سنوات الحصار وهذا غرج من غزة. أنا أقول لك رغم وجود كل التكنولوجيا وكل العدة والعتاد لهذا الاحتلال المجرم، فإن الشعب الفلسطيني أعظم من كل هذه الإعدادات. فنحن شعب أول شيء مؤمنين بالله ومؤمنين بعدالة قضيتنا ومؤمنين بالنصر وملتحمين مع شعبنا، ويجب علينا أن نعد العدة كما يجب لمواجهة هذا الاحتلال. ولكن أنا متبقي أخي العزيز هو الغطاء السياسي من القيادة السياسية للسلطة وقادة الفصائل العمل الوطني والإسلامي. طيب، هذا الغطاء السياسي دكتور جمال، هل برأيك السلطة ستلجأ إلى إعطاءكم هذا الغطاء السياسي الذي تتحدث عنه؟ نعم، وما زالت السلطة الآن ما زالت تعطي هذا الغطاء والمطلوب منها أكثر. يجب أنا باعتقادي حتى نوصل رسالة هذا الاحتلال، عندما أعلن ترامب بأن القدس عاصمة إسرائيل وتم وقف التنسيق الأمني، الآن لا يوجد إعلان بأن القدس عاصمة إسرائيل، إسرائيل تحاول أن تطبق هذا عمليا، فبالتالي من باب أولى أن نوقف التنسيق الأمني وأن نلتحم مع شعبنا بشكل أكبر. وأنا بقول أنه دعوات حركة فتح للمواجهة في الشوارع يجب أن تكون عملية في الميدان بشكل أكبر وأكبر في المراحل القادمة. وأنا أعتقد أن هناك استنفار في شبيبة فتح وكتائب الأقصى، كتائب فتح وكل المناضلين، وكما قلت لك رسالة مروان البرغوثي كان لها مغزى كبير جدا من داخل زنزانته وعزله الجماعي وتم نكل العزل الانفرادي. فبالتالي المطلوب حتى نلحق التاريخ ونلحق قطار الشعب الفلسطيني يجب أن ننسجم مع تطلعات وأمال ومقاومة هذا الشعب الفلسطيني، وإن شاء الله هذا سنراه بالأيام القادمة. ويجب أن يزداد التنسيق وأن نكون نفسنا أخي العزيز، ليست بصراحة توجيه الاتهام هنا وهنا، المطلوب من الآن الوحدة الوطنية الوحدة الوطنية الوحدة الوطنية. طيب، دكتور جمال، في كلامنا التنسيق الأمني يا دكتور جمال وكل ما نصرح به. دكتور جمال، ذكرت التنسيق الأمني قبل قليل، ما الذي يمنع حتى الآن وقف هذا التنسيق الأمني بعد كل هذه الممارسات والانتهاكات من الاحتلال؟ أنا من هنا أخي العزيز أنا أناشد وأطالب بأن هذا الموضوع أن يتوقف فورا، وإن شاء الله سنرى هذا الموضوع قريبا. أنا بقول أن الاحتلال الإسرائيلي أخي العزيز يدرك بأن الضفة الغربية وهبتها بشكل كامل ووجوب وقوفها مع غزة كما كان يحدث دائما، والقدس وفلسطين المحتلة عام 48، هذه الانتفاضة الموحدة من النهر إلى البحر إن شاء الله ستضع حد لعدوان هذا الاحتلال سواء فيما يتعلق في القدس أو قطاع غزة الحبيب أو في كل مكان من أرضنا الحبيبة. فبالتالي هي الدعوة الآن لقيادتنا الرسمية وقيادتنا الفصائلية والتنظيمية أن نزيد من التنسيق ونزيد من الوحدة الوطنية، وأن نكون ما من شأنه أن يضرب هذا الاحتلال. فبالتالي ما يحدث من جرائم 25 شهيد بالضفة الغربية وأكثر من 250 شهيد في غزة هي كفيلات بأن نكون لهذا الاحتلال كفة، ويجب وقف أي
شكل من اشكال هذا التنسيق مع هذا الاحتلال. دكتور جمال ماذا تخبرنا يتهدد بهذا الموضوع وانا اتمنى ان يحصل قريبا. ماذا تخبرنا عن تنسيق ما بين فصائل المقاومه وحركه فتح اليوم؟ هل هناك تنسيق؟ هل هناك تواصل ما بين الضفه وغزه على مستوى الفصائل على مستوى التنظيمات؟ يعني اليوم كان اضراب الكرامه اكبر دليل. حماس دعت دعت للالتزام بالاضراب، وحركه فتح دعت للالتزام بالاضراب، وحركه الجهاد والجبهه الشعبيه وكل ابناء الشعب الفلسطيني المناضلين التزموا التزام حديدي، لم يكن هناك مدينه او قريه او مخيم الا والتزم بقرار القوى الوطنيه. انا اليوم سمعت كلام طيب من الاخ حسام بدران الذي قال بي ان هناك تنسيق عالي جدا ما بين حركه فتح وحركه حماس والجهاد ووكيله الفصائل، وهذا المطلوب من الجميع ان نزيد وندعم التنسيق فيما بيننا. اليوم غزة تقود المقاومة، غدا ستقودها الضفة، غدا هناك مقاومة دبلوماسية وسياسية وقانونية في محكمة الجنايات ومحكمة الجرائم حتى نقود نتنياهو وكوخافي وغانيت لمحاكم الجرائم الدولية لقتل الأطفال والنساء وتدمير الأبراج في غزة بدون أي سبب وبدون أي ثمن. فبالتالي أخي العزيز ما يحدث الآن هو تحولات استراتيجية سواء على مستوى الردع هذا الاحتلال التي أغلق مطاراته ولم يعد يتحرك في شوارعه وتم إيقاف عمل كل مصانعه ومنع أي إنسان أن يدخل إلى هذا الكيان المس. أيضا هناك تحول في الوعي الوطني، إسرائيل حاملت أن تقوم بعملية كي وعي وصهر وعي للشعب الفلسطيني وهزيمته من الداخل وانقلب السحر على الساحر. فهذه النظرية انقلبت على المجتمع الإسرائيلي والشعب الإسرائيلي الذي أصبح يطالب بالهجرة من هذه الدولة المس التي لا توفر الأمن والأمان له بسبب صواريخ المقاومة وأحجار أبناء الضفة الغربية والمقاومة. يعني دكتور جمال قانون القومية سقط في فلسطين المحتلة. يعني مواقف هامة للغاية سمعناها منك اليوم، على أمل أيضا أن تتحقق هذه الأمنيات وهذه المواقف وهذا السعي الذي تحدثت عنه. ولكن سؤالي الأخير عن الأسير القيادي الكبير مروان البرغوثي الذي نرى صورته من خلفك وأنت ذكرته أكثر من مرة في هذه المقابلة، ماذا تخبرنا عن الأسير مروان البرغوثي وأي رسالة يوجهها اليوم للشباب الفلسطيني الذي نراه اليوم ينتفض ويهب ويثور بهذه الطريقة بوجه الاحتلال؟ قال الأخ مروان البرغوثي أقول لكم صراحة هذا القائد المعطاء الذي أمضى أكثر من 27 عام في سجون الاحتلال وأكثر من 7 سنوات إبعاد وسنوات مطاردة ومحاولات اغتيال وكان مهندسا للانتفاضة الأقصى ورئيس أركانها وقائد الكتاب شرق أقصى، يكون أنتم جيل منتصب القامة أمشي مرفوع الهامة أمشي في كفي بندقية وعلى كتفي نعشي. رسالة مروان البرغوثي لكل الشباب ولكل أبناء الشعب الفلسطيني الالتفاف حول خيار المقاومة والوحدة الوطنية، وهذا الاحتلال لا يفهم إلا لغة المواجهة ولا يفهم إلا لغة المقاومة ولا يفهم لغة المساومة والمهادنة. مروان يطلب من كافة الفصائل العمل الوطني والإسلامي وأجنحتها العسكرية ويوجه التحية لكتائب الأقصى وكتائب القسام وسرايا القدس وأبو علي مصطفى واللجان ولهم جميعا، ويطالب كل هذه الفصائل أن تعزيز عمل غرفة العمليات المشتركة وتعزيز التنسيق على المستوى الوطني من أجل أن نوصل رسالة الشعب الفلسطيني في فلسطين المحتلة عام 48 وفي الضفة الغربية وفي غزة، ويقول لكم بأن القدس ستبقى هي روح الأمة وتاج الأمة وعاصمة العواصم وستبقى هي المحرك للوحدة الوطنية والمقاومة والمواجهة الشاملة كما يطرحها مروان البرغوثي بدءا من الكلام ومرورا بالمولوتوف والحجر وليس انتهاءا بالبندقية التي امتشقها لسنوات طويلة، ويدفع الآن حريته هو والأسرى الأبطال القادة الأبطال معه من أجل أن يحظى الشعب الفلسطيني بحرية أرضه وحرية إنسانه. شكرا جزيلا لك عضو المجلس الثوري في حركة فتح الدكتور جمال حويل، حدثتنا مباشرة من جنين. شكرا لكم. مقابل الهبة الشعبية الفلسطينية تظاهرات تعم دول العالم رفضا للاحتلال والعدوان، من الوطن العربي إلى الإقليم إلى مختلف دول العالم، تظاهرات باتت تتمركز في محيط السفارات الإسرائيلية للتنديد بجرائم الاحتلال إن في غزة أو في الداخل
المحتل. مراسلنا في واشنطن مشاهدينا محمد كريم يواكب هذه التحركات في الولايات المتحدة، ولعل أبرزها اليوم التظاهرة المقررة أمام السفارة الإسرائيلية. أهلا بك محمد، أبدأ مع هذه التظاهرة أمام السفارة الإسرائيلية، من دعا إليها وما هي أهميتها وما المتوقع من هذه التظاهرة؟ عبد الرحمن، هذه التظاهرة هي واحدة من سلسلة تظاهرات بالفعل تشهدها الولايات الأمريكية المختلفة دعما لحق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن أرضه، وتنديدا بالتأكيد بالممارسات العنصرية التي تقوم بها إسرائيل ضد الفلسطينيين. هذه التظاهرة هي ستكون بعد حوالي الساعة والنصف من الآن أمام السفارة الإسرائيلية في العاصمة واشنطن. هذه التظاهرة التي دعا إليها مجموعة من الشباب الفلسطيني والشباب العربي، هي تظاهرة غير موجهة وغير منظمة من جهة كانت، هي تظاهرة كالتظاهرات السابقة، تظاهرات عفوية جاءت لتظهر دعم وتعاطف الشعب الأمريكي وكذلك الجاليات العربية والفلسطينية مع ما يحدث في فلسطين من عمليات اعتداء وعمليات قتل ضد المدنيين خصوصا في غزة. هنالك أيضا 80 مدينة أمريكية عبد الرحمن ستشهد تظاهرات يعني متزامنة اليوم، بدءا من اليوم وحتى يوم السبت المقبل، أكثر من 80 مدينة بمختلف الولايات الأمريكية من ولايات ألاباما إلى كاليفورنيا إلى فلوريدا، جورجيا، إنديانا، بنسلفانيا، ميشيغان، تينيسي، تكساس، ولاية واشنطن أيضا. أي نحن لا نتحدث فقط على الساحل الشرقي للولايات المتحدة أو الولايات الواقعة على الساحل الشرقي، بل حتى على الولايات الغربية، الولايات الجنوبية أيضا. أما حجم الحضور فالحضور كان لافتا في التظاهرات السابقة، ونتوقع أيضا اليوم أن يكون الحضور لافتا خصوصا يعني بعد تسجيل. رأينا في الصور، رأينا في المشاهد حضور كثيف للغاية، حتى في بعض الدول العربية لم تكن الأعداد بهذا الحجم الضخم جدا. في الولايات المتحدة كيف أمكن حشد هذه الأعداد؟ ما هو المؤثر؟ كيف تأثر هؤلاء لكي ينزلوا ليتضامنوا مع الشعب الفلسطيني بالرغم من أن موقفهم يختلف عن موقف الإدارة الأمريكية؟ بالتأكيد ما جرى عبد الرحمن هو أن هنالك جرائم مروعة بالفعل تحدث بحق الفلسطينيين، وهنا بدأت تبرز شيئا فشيئا عبر وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك عبر التنديد وحالة الغضب الموجودة لدى ليس فقط الجالية العربية والفلسطينية بل حتى لدى الرأي العام الأمريكي من الموقف، موقف الإدارة الأمريكية الذي يعتبرونه أنه موقف منحاز بشكل كامل إلى إسرائيل على حساب الفلسطينيين، وخصوصا أن هذه الإدارة عبد الرحمن هي جاءت وكانت إحدى شعاراتها في حملتها الانتخابية هو الدفاع عن حقوق الإنسان، فعن أي حقوق إنسان نتحدث اليوم؟ وموقف الإدارة واضح، هو يدين فقط صواريخ التي تطلق من غزة باتجاه الأراضي المحتلة، الأراضي الفلسطينية المحتلة، في حين لم تواجه أي إدانة أو توجه أي إدانة باتجاه إسرائيل. كل هذه العوامل مجتمعة عبد الرحمن أدت إلى تفاعل الشارع الأمريكي، ونحن لا نتحدث فقط كما ذكرنا عن الجالية العربية والجالية الفلسطينية على وجه الخصوص، بل أن هنالك رأي عام أمريكي متعاطف إلى درجة كبيرة جدا مع القضية الفلسطينية وحتى جديد الشعب محمد. الفلسطيني في النضال من أجل الدفاع عن أرضه. بالتأكيد الجديد الآخر أيضا عبد الرحمن هو المشاركة، طبيعة المشاركة في هذه التظاهرات ما لمسناه خلال تغطياتنا السابقة وأيضا اليوم سنشهده هو مشاركة الجيل الثاني والجيل الثالث من الجاليات العربية والفلسطينية، أي أن الوعي الشعبي العربي للجاليات المتواجدة في الولايات المتحدة بل حتى الوعي الشعبي لدى الأمريكيين هو يستمر إلى حتى إلى جيل الشباب الذين يعون ويعرفون ويدركون أهمية الدفاع عن الحقوق، الحقوق حقوق الإنسان وأهمية الدفاع عن فلسطين. أيضا النقطة الأخرى يعني سمحت لي على عجالة أن هنالك التأكيد على الهوية العربية في تلك التظاهرات أيضا هو أمر لافت لدى وكان حاضرا في أذهان الجماهير التي شاركت في تلك التظاهرات، وأيضا قدسية القدس أيضا
كانت واضحة وحاضرة وبقوة في هذه الاحتجاجات المستمرة كما ذكرنا، والتي بالفعل هي تظاهرات لافتة إلى حد كبير عبد الرحمن، من حيث طبيعة حجم المشاركة، من حيث عدم وجود أي جهة منظمة لهذه التظاهرات، أي في أغلبها هي تظاهرات عفوية والمشاركة جاءت ولكن عفوية. ولكن يمكن القول محمد ولو سريعا لأن الوقت انتهى، أيضا إلى أي مدى يمكن القول أن مواقف بعض المسؤولين خاصة في الكونغرس، إلهان عمر، بيرني ساندرز، رشيدة طليب وهؤلاء، إلى أي مدى أثرت أيضا؟ سريعا لأنه انتهى الوقت. التيارات الليبرالية كانت لها حضور، بالتأكيد حضور فاعل في هذه التظاهرات، ولديها دور أيضا فاعل وبارز في هذه التظاهرات، ولكن هي القضية بأجملها أو بأكملها عبد الرحمن هي قضية تتجاوز حتى التيارات الليبرالية. هنالك شعور قوي وواضح داخل الشارع الأمريكي من أن ما يرتكب بحق الفلسطينيين هي مجازر تخالف حقوق الإنسان التي تدعيها تدعي الدفاع عنها الإدارات الأمريكية المتعاقبة ببساطة. شكرا جزيلا لك محمد كريم مراسل ميادين على كل هذه المعلومات والتفاصيل، وكنت معنا من واشنطن. مشاهدينا فاصل ونعود لمتابعة المشهدية، ابقوا معنا. الوعي الثقافي المتجدد في القضية الفلسطينية عاد إلى الواجهة مع الأحداث الأخيرة من انتفاضة رمضان وهبة الداخل المحتل وصولا إلى العدوان على غزة. قيل الكثير عن العمل على توليد وتمويل نخب مضادة مهمتها التسويق للتطبيع وتسخيف ثقافة المقاومة واحتلال مكان النخب المقاومة، فهل أعادت الملحمة الفلسطينية تكوين الوعي الثقافي العربي حول القضية الفلسطينية؟ هذا ما سنسأله مشاهدينا لضيفنا الشاعر مراد السوداني الأمين العام لاتحاد الكتاب والأدباء الفلسطينيين، هو معنا مباشرة من غزة. وقبل أن نبدأ معك، أنت معنا من رام الله؟ نعم. أهلا وسهلا فيك، إن كنت من رام الله وإن كنت من غزة. إنها فلسطين كلها فلسطين. قبل أن أبدأ معك أستاذ مراد هذا النقاش مشاهدينا، دعونا نتعرف على الممارسات القمعية التي طالت المستوى الثقافي الفلسطيني التي وصلت إلى حد الإرهاب الفكري. نتعرف إلى هذه الممارسات من إسرائيل القمعية بحق المثقفين والنشاط الفكري في الفترة الأخيرة. هذه نقطة هامة للغاية أستاذ مراد، وربما من المفيد أن نبدأ بها خاصة بعد اعتقال الكاتب راسم عبيدات الذي كان أيضا ضيفنا قبل أيام في المشهدية. هنا أسألك، إلى أي مدى بالفعل نحن أمام ممارسة إرهاب على المستوى الثقافي تقوم به سلطات الاحتلال إلى جانب الإرهاب الذي تمارسه والانتهاكات التي تقوم بها إن كان بحق الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة أو بالعدوان الوحشي الذي تشنه على غزة كما نرى في المشاهد والصور؟ بسم الله، باسم هذه الفلسطين الشهيدة الشاهدة الصامدة المعاندة المنازلة لكل سياقات المحو والإلغاء وهي تنهض على جذر النار والمواجهة، منازلة لكل سياقات الإلغاء والشطب واستراتيجيات الذبح الممنهج من قبل هذا النقيض الاحتلالي. الثقافة الفلسطينية على قنطرة المنازلة تماما في مكاتفة البندقية، لأن شعار الاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين كان وما يزال منذ التأسيس بالدم نكتب لفلسطين. كل كتابة في غير مكان من العالم بالحبر البارد كما نقول، إلا في هذه الفلسطين وعلى ترابها الحر والمعافى، كتابة بالحبر الساخن بحناء وردة
السادة الشهداء الذين يسطرون القصيدة الأعلى واللوحة الأبهى والأنقى والأبقى والأجمل، والذين يكتبون هذه السيرة وهذا السر وهذه المسيرة وهذا الوجدان لحراسة السور القديم المعاند في القدس التي تصد كل الرياح المرة وهي تصعد بهذا الوحي نحو المسرى الأجل والأعلى والأتم. نعم، الثقافة الفلسطينية على ثغرة من ثغر المواجهة في لحظة قيامة الوعي والوجدان الفلسطيني المشتبك مع النقيض الاحتلالي وروايته والمنشبك مع قضايا فلسطين والأمة. هذه اللحظة من تاريخ الثقافة الفلسطينية التي تجاور والتي تكاتف وتسند الوعي الفلسطيني مثلما قلت في قيامة الوجدان الفلسطيني في أبهى تجلياته، في توحيد هذا الوجدان على شفة المنشد الثقافي والوطنية الفلسطينية التي تنازل هذا الطوطم النووي. نعم. بصدور ولكنها عالية لا تنازل أستاذ مراد، لا تنازل فقط الاحتلال الإسرائيلي. في الفترة الأخيرة وقبل هذه التطورات التي حصلت خلال شهر رمضان المبارك وصولا إلى التطور الكبير الذي شاهدناه اليوم في الأراضي المحتلة، كان هناك حملة تطبيع قد بدأت في الدول العربية. للأسف كان هناك مثقفون كتاب يروجون لهذه النظرية. أين هم هؤلاء اليوم؟ هل لا زالوا على مواقفهم وأيضا يواصلون الترويج لهذه الروايات في مقابل الرواية الفلسطينية المستندة إلى الحق بطبيعة الحال، أم أنه لا، ما حصل مؤخرا حجم هؤلاء وسيجبرهم ويدفعهم إلى التراجع؟ عندما بدأ الربيع الأسود، ما سمي بالربيع العربي الملغوم من قبل البلاك ووتر الثقافي والمستطلعين بنار الثقافة من أمثال برنار ليفي الثقافة العربية واستطالاته، المتكلمون من جيوبهم والمستطيعون بغيرهم في غير فضاء وغير مساحة، الباحثون عن وهم الجوائز والترجمات في غير مكان ومؤسسة سواء أفرادا أو مؤسسات في العمق العربي، هؤلاء الذين استطاعوا أن يخدموا مساحة التطبيع وأن يغطوا ويغلفوا عبر مقولات شوهاء مساحة التطبيع وأن يقعوا في الصمت المريب وأن يسقطوا في اللحظة، وحتما اللحظة أسقطتهم في هذا الوقت من مواقيت فلسطين العليا. هؤلاء الذين بشروا بسقوط العواصم، هؤلاء الذين بررو لما يزيد عن 137 مليار لتهديم سوريا وتهديم ليبيا وتهديم كل العواصم العربية، ها هم ينكفئون بقوة الحياة وبقوة الثقافة العميقة لمثقفي ومبدعي فلسطين والأمة الذين بقوا على قيد الكرامة والمواجهة. يعني ينكفئون أم يغيرون الأسلوب أستاذ مراد برأيك؟ هل انكفأوا فعلا أم أن هناك تغيير في الأسلوب وفي طريقة التعاطي اليوم؟ نعم، إنها يد الثقافة الخفية مثلما هي يد السوق الخفية، ولكنهم مكشوفون لدينا. نحن في الاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين منذ الربيع الأسود حذرنا من هذه النخب المضادة، وتعرض الاتحاد إلى ما تعرض إليه وما زال من هجوم من قبل هذه المجموعات المقنعة بالتكفير الملغوم والعقد التوراتية التي صنعت كل هذا الجراد الآدمي الذي اغتال الوعي الجمعي العربي عبر مواكن إعلامية. نقول بأن الثقافة الفلسطينية، الثقافة التي تكتب بالدم والتي ما زالت على ثغر المواجهة قادرة على الصد مثلما كل أحرار هذه الأمة وأحرار العالم، لأن فلسطين هي الفكرة الشريفة في الزمان النذل، وهذا الدم الذي يواصل عنان السماء ولا يرضى دم فلسطين ونخيل دمها بسماء أقل، حتماً رد هؤلاء وهذه النخب المضادة التي تم تخليقها منذ العام 91 عبر ما يسمى بالسلام الإبراهيمي الملغوم الذي بات يتمدد في غير عاصمة عربية. كيف حصل ذلك؟ حصل ذلك بالمال السياسي الملغوم، حصل ذلك عبر اغتيال الرواية الفلسطينية لصالح الرواية الصهيونية، عبر حرف البوصلة عن ثابت هذه الفلسطين وثابت الأمة للسقوط في الممكن
والسقوط في التكتيك لدى بعض المثقفين وبعض الساسة، وتحول بعض المثقفين إلى مترجمين وترجمان لبعض الساسة المطبعين، وها هم يقعون في وحل الجوائز والمال المدعوم. طيب. أستاذ مراد، عندما نقول أنه يجب مواكبة ما يحصل اليوم ثقافيا والوقوف إلى جانب القضية الفلسطينية ثقافيا، كيف يكون ذلك؟ يعني ماذا تفعلون أنتم، يعني عذرا على مقاطعتك، ماذا يفعل المثقف اليوم ليقف إلى جانب القضية الفلسطينية؟ المثقف عليه مسؤولية كبرى. المثقف لا يقف في برج عاجي. نحن هنا في فلسطين وفي سيرة ومسيرة الثورة الفلسطينية، قائمة جولدا التي اغتالت خيرة كتابنا واغتالت من غسان كنفاني، مثلما أقول دائما عندما تم اغتيال غسان كنفاني وجدت ذراعه وعليها ساعته ما زالت تدك، إنه سيال الوقت الفلسطيني الهادر بالحق والحقيقة الفلسطينية في مواجهة النقائض جميعا والاستطالات الشوهاء والملغومة. عندما تم إطلاق النار على لسان كمال ناصر وتم صلبه من باراك ووحدة النخبة المغتالة، أرادوا إسكات الصوت لهذا الاسم الوازن والشاعر الهادر. عندما تم اغتيال علي فودة هم أرادوا أن يسكتوا هذا الصوت في بيروت. عندما تم اغتيال ناجي العلي أرادوا أن يغتالوا اللوحة الفلسطينية التي تبشر وتحرض وتفعل ثقافة المقاومة. عندما اغتالوا هاني جوهرية أرادوا إسقاط هذه العين السينمائية التي تكشف الوجه البشع لهذا الاحتلال. لذلك قائمة جولدا وضعت مجموعة من الأسماء لاغتيالهم في سياق الثورة الفلسطينية. ما زال هذا السياق من الاعتقال في هنالك في سجون الاحتلال الكثير من الكتاب، وهنا نحيي كل الكتاب الذين يخضعون للمؤبدات في سجون الاحتلال ويكتبون سياق ورواية فلسطين ويهربونها من خلف القضبان الشائكة على الرغم من الرطوبة الناقعة وعلى الرغم من سياقات المحو والعزل. أستاذ مراد، أسمع بدات الذي نرفع له التحية الذي تم اعتقاله في الهبة الأخيرة من القدس، أقرب نقطة بين السماء والأرض. مثقفو فلسطين لا يقبلوا إلا أن يكونوا رأس الحربة ورأس الرمح للثقافة العربية والإنسانية، لأنهم إلى فلسطين الأقرب وإلى جرحها يكتبونه ويقولونه عن قرب وبعمق وبصدق وبحق. ونتمنى لكل ما ذكرت أستاذ مراد الحرية قريبا إن شاء الله، خاصة الزميل راسم عبيدات الذي تم اعتقاله مؤخرا قبل أيام، والذي عفوا يعني كما يخبرني الزملاء هو تم أيضا الإفراج عنه الأستاذ راسم عبيدات. أستاذ مراد السوداني، وسنختم معك الآن، أريد منك الآن أن توجه تحية للشعب الفلسطيني على شكل شعر، لأنه أنت شاعر كما نعرف. ماذا تقول اليوم في ظل هذه التطورات التاريخية التي تشهدها فلسطين وهذه الملحمة الفلسطينية التي يسطرها شعب الجبارين، وهي ملحمة غير مسبوقة على ما أعتقد؟ نعم، قيامة الوعي وقيامة الوجدان وقيامة الفعل على أرض المعركة تستحق دائما منا أن نقول بما يليق بوحدة الشعب الفلسطيني على كامل تراب فلسطين. فسأقرأ دالية الشهيد لكل شهداء فلسطين وللشهيد محمد إسحاق حميد الذي استشهد قبل قليل على حاجز البيرة في مواجهة الاحتلال الصهيوني، ولكل شهداء فلسطين. كل قنطرة سواك سدى، وحياة رأسك كل دالية حروف اسم الفدائي الشهيد. أهلوك قد تركوك منفيا وملقيا في شعاب الموت، تلهو بك الدنيا كأنك لعبة الموت التي نسيت وأحياها الدم الحربي بعد مواتها المحتوم. أنت الشهيد، حملت هذا الكون أغنية من الفصحى، ومن ثقل الحياة نزفت ما استبقيت يا وتر الرصاص ويا معلقة النشيد. تبدي لك الأيام أوجع ما يرى الرائي، تبدي تعيد، وأنت هذا الأخضر الكاكي قافلة من الشهداء. أقسم وحدك الأبقى وأنقى من لسان النار
تمتد نحو الأفق أفقا، وحياة رأسك سوف أحمل عنك أثقال الوصايا. أعبر النهر الذي حمل الرجال الضفة الطلقات والأغوار، فاترك لنا خبرا تصدره الجريدة في افتتاحياتها الخجلة، واترك لنا خيط الدماء لكي نعلق فيه أحلام الصغار، واترك دوي البندقية في ظلال التين والزيتون كي يرث النهار خطاك، واترك مفاتيح البيوت على سجيتها لنفتح قلبنا بيتا ونسكن. فإلى ما تسكننا البيوت وكم نموت؟ هو الحنين لبيدر الكلمات والضحكات، له الصغار بتربة البيت القديم. واترك لأجنحة التراب مهارة الخفقان والطيران، فالوجدان ملموم كأحجار الطريق. واترك لأسرتك الفقيرة شرفة البارود والورد المؤجلة فوق أضرحة الفدائيين والعابرين إلى خطوط النار. والصبح إذ يتنفس الأوراد، أنت على مداد الماء تعبر، أو مدادك يعبر الأنحاء موالا. ودار دارت عليك بكأسها الدوار، دنيا أحدقت أهوالها برؤاك. نعم. حدقت المسالك والممالك في خطاك، فمن رماك على المهالك كي تروضها دماك؟ ومن سواك سوى من الطين السماوي الخنادق، حتى إذا صارت كلاما كنت سادنها الأشد وسورها السرية فارسها الأكيد. وحياة رأسك سوف تندلع الأغاني من بنادق صبرنا، ويكون عرس للشهيد وللبلاد، ويكون عرس للشهيد وللبلاد. وإن شاء الله سيكون عرس فلسطين، كل فلسطين وأعراس الشهداء. أستاذ مراد السوداني، أشكرك جزيل الشكر على هذا الشعر الجميل وعلى مشاركتك معنا اليوم. الأمين العام لاتحاد الكتاب والأدباء الفلسطينيين، كل الشكر لك. شكرا لكم، وشكرا للسادة الشهداء الذين يقودوننا من قلوبنا توحيدا لهذه الفلسطين على خط النار والمواجهة. أشكرك جزيل الشكر، شكر دائم لكم مشاهدينا على المتابعة. المشهدية وصلت إلى نهايتها، دائما المشهدية عند 8 مساء بتوقيت القدس الشريف. من الآن حتى الغد، إلى اللقاء.